صباحكم الله بالخير. سر الليل يا ابو ثلاثه، تحيه لك يا مبارك الدوسري. استمتعنا اليوم انا وابو حسن، كل ما يدش جول الو جول يا شلون يعني. اليوم صراحه كان يوم جميل، الفريق اللي فاز بالثلاثه رد فاز بالثلاثه، والفريق اللي خسر بالثلاثه رد خسر بالثلاثه، وسر الليل يا ابو ثلاثه. حياكم الله ويانا مشاهدينا، ويا اهلا ومرحبا فيكم في حلقه جديده من برنامج الديربي لقطه. لكن انا امانه يعني اللي يتواصل مع فهد الهريفي ابو سطام يعرف معدن هذا الرجل امانه. انا تشرفت ان زاملت ابو سطام فهد الهريفي في تغطيتنا لكاس اسيا 2015، وكان فعلا رفيق درب، رفيق سفر ينحط على يمناك. تحيه لاخونا فهد الهريفي، واصبح عليه بالخير، رجل بمعنى الكلمه امانه. ودائما يقولون ما تعرف الريال الا بالسفر، وانا يمكن اول مره التقي مع ابو سطام في سفره يعني طويله بهذه الفتره، وفعلا يعني امانه الرجل ارجع واكرر ينحط على يمناك، يمين يمين يسار يسار، نطلع نطلع نقعد نقعد. فامانه هذا الرجل كلمه يعني الكلمات قليله في حق اخوي فهد الهريفي. فهد الهريفي كتب تغريده اذا موجوده عند الاخوان مشكور. طبعا ابو سطام يقول: أشقانا الكويتيين أهل كرة، تتوقعون ربعنا انتبهوا لها ولا بس حكواتية؟ وحاط فيديو تحليل كابتن عبد العزيز الهاجري لهدف بتروس الجميل والرائع، بتروس اللي حارق أعصاب الهلالية، وأشاد بتحليل أبو حسن. فأنا أمانة حبيت أبدي يعني، هي يمكن التغريدة صار لها يومين أو ثلاث، لكن أنا حرصت أن أعلن عنها وأتكلم عنها بوجود أبو حسن، عشان يمكن ما يكون قاريها ابو حسن او ما وصلت له، فاحب ابلغ عن هالتغريده من اخوي فهد الهريفي. حسن ابو حسن اكيد قاري، ما حول امي ابو حسن وني هذا. والله طبعا يزيدنا شرف لما يكون يعني الثناء من شخص بهامه المايسترو فهد الهريفي، احد نجوم الكره السعوديه اللي امتعونا في كاس العالم وفي انجازات النصر السعودي، وهذا لا شك طبعا هذا إضافة لتاريخي الرياضي. وأنا هذا أشكره طبعا الكابتن أبو سطام فهد الهريفي، وحنا نتعلم منكم، وبالعكس يعني حتى الإخوان في الاستديوهات التحليلية اللي نشاهدهم حتى في البرامج، أنا والله من أشد المعجبين من أشد المتابعين برنامج الديوانية أو الاستديو التحليلي في التلفزيون السعودي، ودائما نتعلم منهم، ودائما مداخلاتهم وتحليلاتهم دائما يعني محل تقدير ومحل ثقة. نعم، ونشكر أبو سطام مرة ثانية. تستاهل يا أبو حسن، وهذه الإشادة إشادة ترى كل أعضاء برنامج الديربي. مرة أخرى شكرا لك يا أبو سطام، ودائما كبير يعني، تعطي كل ذي حق حقه، وتعطي كل من يستحق الثناء والتقدير، وهذا اللي تعودناه من كابتن كبير مثل فهد الهريفي.